اهلا بيكم وحلقه جديده من شباب اليوم، برنامج من الشباب وللشباب بيكمل كل حاجه تخص الشباب، ابداعاتهم انجازاتهم مشاكلهم ازاي ممكن يحلوها ويصلوا لشاب مثقف واعي يقدر يفيد نفسه ويفيد مجتمعه. مصر من اوائل دول العالم باسم الدوله، مصري اول حكومه مركزيه في التاريخ، اول جيش نظامي في التاريخ، اول عالم الكتابه والقراءه والفلك والهندسه وحاجات كتير جدا للعالم كله. وفي نفس الوقت تقريبا من 60 ل 64% من سكان مصر هم من الشباب. القوة دي اللي هترجع تاني مصر رقم واحد زي ما كانت. نطلع فاصل وارجع لكم تاني وضيفتي في الاستوديو. العمل التطوعي والمبادرات الاجتماعية هي من أهم المجالات التي يحرص الشباب على المشاركة فيها، حيث يبادر العديد من الشباب بجهود تطوعية من أجل نشر الوعي وتقديم المساعدات الصحية لكافة المواطنين، كما تتزايد أهمية التدريب على تلك الجهود التطوعية، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة في مواجهة الأمراض والأوبئة. ورجعنا لكم تاني وعرفكم بضيفتي في الاستوديو الدكتوره امال امام. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك من مؤسسه تقريبا مبادره متطوع لكل شارع. بالظبط. صح كده ولا انا غلطان؟ بالظبط. طيب بالزبط. انا عايز اعرف الاول دايما في المبادرات احنا بحب يعني اشرح للناس المبادره تفصيلا. الكور بتاعها طلع امتى؟ الفكره طلعت لحضرتك امتى وطلعت لكم امتى؟ امتى بداتوا؟ والخطوات بتاعتها لغايه ما وصل نجاحها فين لغايه دلوقتي؟ هايل. الحقيقة إنه حملة أو مبادرة متطوع في كل شارع هي حملة من تنظيم الهلال الأحمر المصري. حلو. ومعروف إن الهلال الأحمر المصري له تاريخ في العمل التطوعي بيمتد لأكثر من 100 سنة، كونه أنشئ في مصر سنة 1912. يمكن دايما الدور بتاعنا بيظهر في كل الأوقات، ولكن على وجه الخصوص في وقت الأزمات وفي وقت الكوارث. تمام. لما يكون في ناس نفسها تعمل حاجة، نفسها تتطوع، تقدم عمل يفيدها ويفيد أهلها ويفيد ناسها قبل ما يكون بيفيد أي حد تاني، في وقت محدش هيعرف أنه يتدخل غير الشخص المدرب والمؤهل لعمل ده. صح. عشان كده كان التفكير أو ظهرت الفكرة في أنه إحنا عندنا متطوعين نظاميين، يعني متطوعين ملتحقين بفروع الهلال الأحمر المصري المنتشرة في كل محافظات مصر، لكن كانت الفكرة أنه إحنا عايزين نغطي أكبر قدر ممكن من شوارع ومن مناطق مصر، عشان في توقيت زي اللي إحنا فيه دلوقتي لما بيكون في تقييد للحركة، أو لو في لقدر الله عزل لبعض القرى، أو لو في أماكن صعب الوصول إليها، يبقى كل ما كان عندنا شخص داخل المنطقة دي مدرب ومؤهل وعلى صلة وبياخد المهام بتاعته من منظمة عارفة كويس قوي بتتحرك في ازاي، هيبقى دايما هو الشخص الأقدر على المساعدة. هنعرف نوصل لناسنا وأهلينا بغض النظر عن الظروف اللي ممكن يكونوا متواجدين فيها. ده حقيقة. عشان كده كانت الفكرة في حملة متطوع لكل شارع اللي أطلقناها يوم 26 مارس مع بداية 26 مارس ده. لانه بقالها ايام يعني بالظبط، هي بقالها ايام، لكن الحقيقه انها ليها صدى كبير جدا، لان احنا تعاملنا مع ازمه كل الناس شايفه انه احنا محتاجين يبقى لنا دور. في نفس الوقت احنا كان الكول بتاعنا بسيط جدا، هيبقى لك دور وانت في مكانك، هيبقى لك دور من غير ما تتحرك، هيبقى لك دور وانت هتعرف الدور ده وتتدرب عليه من خلال تدريبات اونلاين كلها عن بعد، علشان لما نحتاجك تكون جاهز للتحرك. ازاي بقى؟ الحقيقه ان احنا اطلقنا الكول بتاعتنا على السوشيال ميديا، عملنا استماره انضمام عاديه جدا جوجل فورم، انضمنا في اول كول خالص في اول خلال اول يومين تقريبا 1000 متطوع. النهارده احنا 3000 متطوع. حلو. عدد لا ده معناه انه الشباب واعيه عايزه تساعد جدا. حلو. وفي اكتر من كده، يعني الحقيقه انه مش بس هما بينضموا، ده هما كمان احنا بناخد مكالمات بتقول احنا عايزين نتحرك دلوقتي حالا، لكن دايما احنا بنقول لهم احنا ماشيين في بروسس، لانه هدفنا سلامه المتطوع ومعرفته باللي هو بيعمله قبل ما يكون بيعمل وخلاص. يعني حلو. الحقيقة انك مهم جدا تبقى ضمن منظومة عارف تشتغل ازاي. الحملة الكل system. فيها كلمة منظومة عشان الناس تبقى فاهمة system. اهم حاجة تبقى ماشي جوه السيستم عشان بالزبط. تنجح بالظبط. وعلشان يبقى في شكل موحد وعمل موحد نطلع بنتائج، ما يبقاش تحركات على الارض وخلاص، مش عشوائي حتى لو للخير. مش عشوائي بالظبط يا فندم، لانه زي احنا يمكن كنا بنتكلم قبل ما يعني ما نسجل مع بعض، وكنا بنتكلم على انه ازاي الدول الاخرى لما بتعمل عمل تطوعي بيبقى منظم، وبالتالي احيانا الدوله بتلاقي ان هو الشعب او الشباب شعبها وشبابها حل الموضوع قبل ما تيجي. بالظبط. قبل ما الجيش يوصل او قبل ما الشرطه او قبل الهلال الاحمر، ساعات والله بيوصل بتلاقي الشباب كونت نفسها وظبطت نفسها. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنشتغل على مستوى المجتمع. الهلال الاحمر
قانونا ووضعه القانوني في مصر ان هو جهاز مساعد للسلطات في وقت الازمات والكوارث. ده المهمه الاساسيه، المين مانديت بتاع الهلال الاحمر المصري، توصيفه ده التوصيف. فعشان كده احنا واحنا بنشتغل بنبقى عارفين ان احنا ايوه احنا بنساعد السلطات، بس بنساعد ازاي؟ من خلال شبكه المتطوعين بتاعتنا المنتشره على الارض وموجوده في كل مكان في اماكن الجمهوريه. فنقدر زي ما حضرتك بتقول نوصل الاول، ناكد معلومه الاول لغايه ما السلطه تيجي، لغايه ما يبقى في تحركات رسميه قد تاخذ بعض من الوقت. طيب ايه الادوار اللي احنا طرحينها على الشباب؟ كنت اسالك دلوقتي ايه الدور بقى اللي بداتوه بالظبط. الحقيقه ان احنا طرحين عدد من الادوار للمتطوعين المنضمين. اعتقد الادوار طبعا كلها مربوطه بالحاله العالميه اللي احنا فيها دلوقتي بالكورونا، اللي هو الكورونا بالظبط. اوكي، عشان كده الدور الاول هو ان احنا بنمدهم برسائل صحيه موثوق مصادرها، لان احنا في فتره تنتشر فيها الاشاعات والمصادر غير الموثوقه، وبالتالي فكره انك تكون على اللينك دايما، احنا بنبعت لك الرسائل الصح في الوقت الصح علشان عشان تعملها شير او عشان تشاركها مع محيط الاهل والاصدقاء اللي انت في وسطهم، ده دور من الادوار. الدور الثاني هو ان احنا بنعمل تدريبات على الدعم النفسي، ويمكن ده من الحاجات الاونلاين اللي احنا بنعملها، فيقدر كمان ان هو يقدم خدمات الدعم النفسي عن طريق التليفون لو في حصل حد من العائله او من الاسره او في اطار المنطقه حصل وتم له عزل، او في حاله من حالات الهلع، او في حاجه من الحاجات اللي احنا بدانا دلوقتي نسمع عنها ومش عارفين نتعامل معاها ازاي، فاحنا بندربه انه يعمل هذا الدور. الدور الثالث اللي احنا قلنا عليه الرد على الشائعات بشكل عام، لانه انا جوه منطقتي ممكن يكون في شائعه معينه ظهرت انا مش عارف اتعامل معاها ازاي، او مفيش حد عارف يعمل فيها ايه، فاحنا بالنسبه له مكان يقدر ان هو على طول يبعت لنا حصل كذا، هناكد لك الشائعه دي مظبوطه ولا لا، هنقول لك الرد عليها يكون ازاي، وهنتابع معاك الرد بتاعها يكون ازاي. اخر حاجه من الحاجات الادوار اللي احنا يمكن مش اخر قبل الاخير، في دلوقتي قرى زي اللي احنا كنا بنقول عليها قرى تم عزلها، عمارات تم عزلها. الحقيقه انه عمليه التقييم والحصر الاحتياجات لازم تكون موجوده من حد داخل المنطقه، لانه في الاماكن اللي بيتم عزلها بيبقى ممنوع دخول وخروج اي شخص من خارج المنطقه، وبالتالي انت هتكون حلقه الوصل ما بين جهه عندها استعداد انها تساعد وما بين اشخاص محتاجين للمساعده. فبدورك هتقدر عن طريق اتصالاتك، عن طريق الاهل، انت الوسيط ما بين المنطقه المعزوله اللي ممنوع التحرك من بالزبط. منها او ليها، تمام، والسلطه بره الحكمه الموضوع هم عايزين ايه وتقدر توصلوا ازاي بالظبط، او الجمعيات المختلفه. علما بان الهلال الاحمر المصري بيرقص دلوقتي بقرار من وزاره التضامن غرفه العمليات اللي بتدير عمل المؤسسات الاهليه كامله. حلو. في كل محافظات الجمهوريه اخذ دور بالزبط. كبير. فالحقيقه ان ده معناه انه دورك اللي هتعمله مش بس هيساعد الهلال الاحمر المصري ان هو يقدم مساعدات من الهلال، لكن كمان هيساعد المؤسسات الثانيه اللي بتقدم مواد تغذيه، بتقدم مواد اعاشه، بتقدم في بعض الاحيان حتى التفكير دلوقتي في الكاش اسيستنس او ان احنا نعمل مساعدات ماليه. حضرتك شايفه اصحاب يعني اليوميات بالظبط والتاكسيات وحاجات كتير جدا، يعني اوشك ان هو مبقاش عنده دخل اساسا في اليوم. وده حقيقه واحد من الادوار اللي هي الاحمر المصري بيشتغل عليها، وللمتطوعين اللي احنا بنتكلم عليهم هيبقى لهم دور كبير جدا، لانه هو ده الشخص اللي بيأسس او هو ده اللي بيقيم ايه الوضع داخل المكان، وبالتالي يقدر وده يحتاج ايه ومحتاج بالظبط. لان حضرتك قلت كلمه حلوه، طبعا لازم يكون جوه العايش، هو عارف الناس اللي حواليه بالظبط، وهم في الاخر اهله واصدقائه وقرايبه. طيب هل يعني انا عايزه بس ادي كمان اخر مثال احنا عاملينه، احنا عندنا قبل ما تدي المثال استاذنك في فاصل ونرجع تاني عشان نكمل براحتك. فاصل ونرجع تاني مع الدكتوره امل. فيروس كورونا المستجد هو فيروس تنفسي جديد من فصيلة فيروسات الكورونا، وبتتراوح أعراضه بين مرض تنفسي خفيف إلى شديد مع وجود أعراض زي الحمى والسعال وصعوبة في التنفس. ممكن أن يصاب به بعض الأشخاص دون أن يشعروا بالمرض، وبتظهر أعراضه من يومين حتى 14 يوم، وبيتعافى 80% من المرضى دون الحاجة للعلاج. لكن بتزداد احتمالات الإصابة بهذا الفيروس للمسنين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة زي ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والسكر، وبيتنقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق رذاذ السعال أو العطس على الأسطح والملابس، زيه زي انتشار الأنفلونزا العادية. علشان كده لازم نخلي بالنا من نظافة الأيدي وغسلها كويس بالمية والصابون، ونستخدم منديل ورقة عند العطس أو السعال، ثم نتخلص منه فوراً ونغسل إيدينا بعد كده بالمية والصابون،
ولو مش معاك منديل استخدم كوعك في العطس أو السعال. وكمان لازم نهتم بتنظيف الأسطح الأكثر تلامساً زي أكر الأبواب والمكاتب، ولو حسيت بأي أعراض زي الحمى أو الكحة أو صعوبة في التنفس توجه لأقرب مستشفى بسرعة. ولو عايز تعرف معلومات أكتر كلم 105 الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، أو ادخل على الموقع الخاص بالتوعية ضد فيروس كورونا www.care.gov.eg. نرجع تاني مع الدكتورة أمال. طيب حضرتك كملي معلش النقطة، احنا وصلنا لغاية آخر نقطة ان هو المتطوع العامل الشاب اللي اختار انه يساعد معاكم من الأعمال أو الجزء الرابع قبل الأخير من المهام بتاعته، ان هو يبقى الوسيط ما بين الدولة وما بين لا قدر الله المنطقة اللي هتتعزل، انه يقدر يساعد في الحاجات دي بناء على معرفته بالأشخاص. بالظبط. اتفضلي. الحقيقة انه كمان دور يمكن احنا عندنا فريق او من ضمن المتقدمين بنعمل اختيار او بنحط كمان عينينا على المتطوعين من ذوي الخلفيات الطبية، يعني مين طبيب صيدلي تمريض. بالظبط. الحقيقة ان دول احنا عاملين لهم جروب كمان مختلف، لانه احنا ضمن خطه دايما الاستعداد او الاستجابه للازمات وخاصه الاستجابه في ازمه زي دي بيكون هي ان احنا نحط اكبر سيناريو ممكن يحصل ونشوف احنا ازاي ونشوف ازاي احنا ممكن نتدخل. وبالتالي اسوأ سيناريو ممكن يحصل ان احنا يكون عندنا مناطق للعزل في كامبات كبيره وفي شيلترز كبيره اللي هي زي ما حصل في بلدان او تانية. زي ما قالت الحكومه من كام ساعه او من كام يوم يعني برضو ان هو ممكن يحصل عزل احياء. بالظبط. داخل القاهره حتى يعني الحي ده ما حدش يعدي للتاني. بالظبط. وهو حقيقة بدا فعلا في بعض القرى، لكن كمان فكره لو المقدره بتاعه المستشفيات ما بقتش قادره انها تستوعب الاشخاص اللي بيتم عزلهم، فساعتها هنضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها مخيم عزل اللي هو الكامبات. معروف ان الهلال الاحمر المصري من الاماكن اللي بتدير كويس قوي مخيمات الايواء، يعني في حالات الازمات والكوارث الطبيعيه لما بيحصل انه في ناس بتتضرر احنا بنعرف ازاي نعمل مخيم، بنعرف ازاي بتعرفوا تعملوا حاجه محترمه وبتعرفوا تظبطوا الدنيا في العالم، يعني ايه خيمه ويعني ايه مساحات ومسافه من كل شخص لشخص ازاي اداره مخيم. وبالتالي واحد من السيناريوهات اللي احنا حاطينها انه قد يكون دورنا كجهاز مساعد للدوله في وقت الازمات والكوارث، علما بالهلال الاحمر المصري مش منظمه حكوميه، هو مساعد للحكومه في وقت الازمات والكوارث، ان احنا نعمل شلتر او نعمل مكان ماوى للحالات اللي بيتم عزلها. ساعتها الدور اللي ممكن يلعبه المتطوعين المتقدمين من ذوي الخدمات الطبيه الخلفيه الطبيه سواء كانوا دكاتره او تمريض او 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 الى اخره، هيبقى ليه دور جامد جدا لانه عنده خلفيه كلينيكيه ودوائيه. واحنا بقى كمان ضمن التدريبات اللي احنا عاملينها اونلاين ليهم هو ازاي يدير شلتر او ازاي يدير مخيم ايواء للعزل. تو باورز، يعني الباور بتاع العلاج وباور الاداره. بالظبط يا فندم. فده برضو واحد من الادوار يمكن مختص اكتر بيها المتطوعين من الخلفيات الطبيه. انا عايز اقول ان احنا كل ده احنا بقى عندنا خريطه مصر متوزع عليها اماكن المتطوعين كل واحد في مكانه. لو حضرتك حالا طلبت مني قلت لي انا عايز متطوع موجود في القريه الفلانيه، يمكن ده حصل بالليل في لحظه وده حصل. حقيقة انا بشكر المتطوعين دول لانهم فعلا مستعدين، بنتعامل معاهم، بنحدد المكان في بعض القرى اللي بتتعزل، بنتصل بيهم في ساعتها، غرفة عمليات المركزية للأحمر المصري بتتواصل معاهم، يبتدي نشوف ازاي ممكن يساعدوا عشان يقدموا الدور. عشان كده لما حد بيسألني هم طوع في كل شارع هيعمل دوره امتى، بقول له دورك خليك مستعد، انا في وقت بخليك مستعد عشان لما هيجي دورك. بس في كل شارع بمعنى الكلمة؟ بمعنى احنا بنحاول نوصل احنا في كل شارع، لكن على الاقل في كل منطقه يعني او في كل قريه. كل شارع فعلا في حد يا ريت من خلالكم انه كل ما بقى عندنا عدد اكبر، لان احنا قادرين في هذه الفتره ان احنا ندير اللي احنا بنسميهم متطوعين تلقائيين او سبونتينيوس اللي هم عايزين نتطوع. فكرتنا ان احنا بندير الناس اللي عايزه تتطوع، بنخليهم مستعدين. كل ما كان عندنا في كل منطقه وفي كل شارع فعلا بمعنى كل شارع، كل ما كنا اقدر على المساعده من خلال هذا الشخص. طبعا على الارض. بالظبط. كل ما في منطقه تكاسل فيها بعض الشباب او المتطوعين انهم يتطوعوا، كل ما بتبقى منطقه عاميه بالنسبه لكم مش شايفين، او انه هيبقى الوصول اليها اصعب، هياخد وقت شويه. عشان كده يمكن احنا من خلالكم، وطبعا الاعلام له دور في هذا بشكل كبير جدا، احنا تاني بنوجه الرساله الى انت مش هتتحرك من مكانك، انت بتتطوع في مكانك. اول ناس بتساعدهم هم اهلك واصحابك وجيرانك، ممكن تكون نفسك. كل اللي هنعمله معاك ان انت هتخش معانا في شويه تدريبات. اول تدريب بالمناسبه احنا عملناه فعلا وموجود اونلاين، تدريب على ارشادات السلامه والامان لحمايه المتطوعين وقت الاستجابه.
بقول لك كل حاجه لازم تكون عارفها لنفسك ولعيلتك عشان تحمي نفسك عشان تقدر تقدم نفسك. الخدمه اللي انت منوط بيها بالظبط، لانه بالنسبه لنا سلامه متطوعين قبل كل شيء. الناس اللي بتبقى مستعجله انا عايز دلوقتي حالا، عايز دلوقتي حالا، ده يعني قول معايا يا رب ان احنا ما نحتاجكش، لانه معناها ان انت هتبقى في منطقه امنه ما فيهاش مشكله. لكن طول ما في الازمه في اعداد، وطول ما لسه موجود فيروس كورونا، يبقى انت لازم تكون على وضع استعداد، لازم تكون جاهز علشان وقت ما نحتاجك، زي ما حصل مع متطوعين تانيين، وزي ما كنت بضرب المثل خلال 24 ساعة اللي فاتوا، تكون جاهز علشان تقدر تقدم المعلومة الصح وتقدر تفيد الناس. طيب بالنسبة للانتشار بتاعكم، انتوا بدأتوا من كام يوم زي ما احنا قلنا، وبدأتوا كالهلال الأحمر، بدأتوا على السوشيال ميديا؟ تمام، هي البداية. انا سؤالي هنا ليه؟ احنا هيتفرج علينا شباب ممكن عايز يقدم، وعايز زي ما انت قلت حاجه لنا دور طبعا بالزبط. يروح ازاي يقدم، ازاي يعرف يبص على ايه؟ حلو جدا. طيب الحقيقه ان احنا الحمله بتاعتنا كلها على السوشيال ميديا، احنا ما تبعناش حاجه تانية. في بعض الاعلاميين كمان اللي كان ليهم دور معانا، انهم عملوا رسائل من خلال صفحتهم وقالوا يا جماعه انضموا لهذه الحمله. الحقيقه ان احنا برضو بنشكرهم على انهم تضامنوا معانا في هذا. اللي عايز يعرف ازاي يتطوع، احنا عندنا استماره حاطينها على الصفحه الرسميه للهلال الاحمر المصري، اسمها بالعربي وبالانجليزي الهلال الاحمر المصري. أوكي. الهلال الاحمر المصري ايجيبشن ريد كراسنت على الفيسبوك، يقدر يخش عليه وبيلاقي على طول اللينك بتاع الحمله. في كمان صفحه خاصه بالشباب والتطوع على الفيسبوك اسمها اداره الشباب وتنميه التطوع. حلو. وفي ايميل اللي هو volunteers@egyptianrc.org. تمام، دي الحاجات اللي يقدر من خلالها لو هو حابب ان هو يتواصل، بحيث انه يملى بس الجوجل فورم بتاعته. احنا على طول بنروح حاطينه في جروبات طبعا، بعد بس ما بنفرز، لان احنا بنقسمهم قطاعات ومناطق. يعني كل ما قدرنا ان احنا نورجنايز او ننظم الناس كويس، كل ما كان حتى التواصل معهم طبعا اسهل طبعا. فاحنا مقسمين الجمهوريه لاربع قطاعات زي ما حضرتك قلت لي، خرائط بالظبط يا فندم. فده اللي بس ممكن ياخد يعني وقت ما بين ان هو بيملى الاستماره وما بين ان هو بيخش على جروب، بيبقى فيه منسق بيبتدي يتواصل معاه، هو ده اللي بيديله، بياخد منه الاحداثيات بتاعه مكانه، بيديله التدريبات او بيديله اللينك اللي احنا عاملينه للبلاتفورم او المنصه التدريبيه اللي احنا عاملينها، بنعمل له امتحان على التدريبات اللي بياخدها عشان نتاكد ان حلو هو فاهم وصل له الاونلاين ده قراه ولا لا بالظبط. وعشان كده احنا دايما بنطلب انهم يكونوا معانا، بنبتدي ندي مهام طبقا اللي بيجينا او بيردنا من غرفه العمليات. واخيرا من الحاجات اللي احنا بنهايه الحمله اتمنى انها تكون قريب، وان احنا يعني ما يبقاش الازمه دي تنتهي على خير، يعني هيبقى قدامه حاجه من اتنين، ان هو يتحول الى متطوع نظامي مع الهلال الاحمر المصري فينضم لواحد من فروعه في الفرع الاقرب اليه، علما ان عندنا فرع في كل محافظه، وكمان هياخد شهاده تفيد بان هو كان متطوع ضمن حمله متطوع في كل شارع اثناء الاستجابه للفيروس. فاعتقد كمان ان دي واحده من حاجات اللي احنا نقدر نقدره بيها، ونقول له شكرا ان انت كنت واحد من ملايين الشباب اللي عندنا في مصر اللي كان عنده الاراده انه يساعد. بالظبط بالظبط، هو ده اللي احنا بنقول عليه. استاذنك فاصل ونرجع تاني مع بعض. فاصل ونرجع تاني مع الدكتوره امل. ورجعنا تاني مع الدكتوره امل. طيب عرفنا المبادره عباره عن ايه، كيفيه الانضمام. مبسوط جدا انا كم الشباب الرهيب ده 3000 وهيزيد اعتقد على فكره في الايام اللي جايه كتير جدا. انا مبسوط من الاراده ان هو الشباب عايزه تساعد وعايزه تقف جنب بلدها وجنب ناسها، ومش هقول الحكومه، انا هقول جنب ناسها وجنب جنب رجاله وجنب شارعهم وجنب قرايبهم. المهم انا عايز اعرف بقى دلوقتي حاجه، خلاص تطوعوا واديت لهم حاجه اونلاين وبداوا يدرسوا، بتمتحنيهم عشان تتاكدي ان هو بيقرا الحاجات اللي بتبعتها له. طب بالزبط. هو بيعمل ايه بقى؟ حلو جدا، انا عايز اعرف ايه بقى اللي بيتم يعني. خلاص عرفنا ده كله، عايز احكي لي كده عن يوميات متطوع في الهلال الاحمر في الايام دي. حلو جدا. طيب الحقيقه انه يوميات متطوع مختلفه باختلاف الاماكن، لكن في ادوار الحقيقه ان الهلال والمتطوعين بتوعهم بيعملوها حتى من قبل الحمله دي. اوكي. على سبيل المثال للحصر التوعيه، ويمكن احنا في التوعيه دي احنا بنعمل التوعيه باشكال مختلفه. تمام. منها التوعيه حتى عن طريق الميكروفونات في العربيات، يعني مش لازم نكون في تجمعات، في اماكن مش بيوصل لها حد خالص، فاحنا دي من الحاجات اللي احنا كمان مركزين عليها، زي دور الايواء للايتام او للمسنين اللي ممكن يكونوا ما هماش عندهم نفس القدر من الوصول للمعلومه، وما زالوا موجودين غصبا عنهم في تجمعات ما يقدروش يخرجوا عنها. في الحقيقة الهلال الأحمر المصري من خلال متطوعيه بيقدم توعية أو بيروح لهم في أماكنهم عشان يقدم لهم التوعية دي. تمام. الحاجة الثانية هي عملية التطهير والتعقيم
لبعض الأماكن العامة اللي موجودة في المحافظات المختلفة. شبابنا طبعا مدربين كويس على إجراءات السلامة والحماية زي ما أنا شرحت قبل كده، بيرتدوا الزي الكامل الخاص بالحماية، وكمان بمعهم أدوات التعقيم، وبيبتدوا يشتغلوا على الأماكن اللي ممكن لغاية النهاردة يكون بيرتدها المواطنين، على سبيل المثال للحصر مكاتب البريد، محطات فيها محطات الأتوبيس، يعني أماكن المواصلات العامة، مكنات الـ ATM بالضبط، الصرف الآلي. حقيقة أنهم موجودين وبينزلوا علشان يعملوا هذه الخدمة للأهل والأصدقاء وجيرانهم في كل مكان. كمان من الأدوار اللي الهلال الأحمر بيعملها في القرى اللي بيتم عزلها، علما بأنه كمان في قرى إحنا كنا بنتعامل معها مع السيول، فجت أزمة الكورونا فبقت دبل. زي ما بنسميها يعني أزمة مزدوجة. الحقيقة أن إحنا ما زلنا لغاية النهاردة بنوزع المعونات والمساعدات على أهالي هذه القرى المتضررة. طب عملت إيه بقى؟ فأنت قلت لي أن كان لكم دور في أزمة القرية اللي اتعزلت بالضبط. امبارح كان في قرية في الغربية اسمها قرية الهياتم، الهلال الأحمر المصري برضو من خلال متطوعين متطوع في كل شارع قدرنا أن إحنا نقيم الوضع اللي موجود داخل هذه القرية، نتمنع الدخول والخروج منها بالضبط. وقدرنا امبارح متطوعين كانوا حضروا كراتين مواد غذائية تكفي لفترة بالزبط. بالنسبة لأهل القرية، ونزلوا فعلا عند المنطقة بالضبط، يمكن طبعا بيوزعوها من بر، يعني باحترازات عشان ما يتعدوش بالضبط. احنا عشان كده احنا بنسلمها بر يعني حد اللي بياخدها مننا، وده بيبقى حد من الناس اللي احنا بنثق فيهم داخل القرية، وبيبتدي يوزعها على الأكثر احتياجا. لكن دخول القرية نفسها طبعا بيبقى ممنوع، لأنه دي الكوردون بيبقى معمول من خلال الأمن علشان ما ينفعش الدخول والخروج. لكن احنا بنتابع الاحتياجات الخاصة بيهم، سواء كانت الاحتياجات دي احتياجات زي ما اتفقنا مادية أو غيره. دلوقتي كمان من الحاجات اللي احنا بنعملها وشغالين عليها، احنا عندنا متطوعين بيشتغلوا مع وزارة الصحة في عملية التقصي للحالات والمخالطين. معروف قوي انه لما بيكون في حالة وبيتم تأكد من دي مشكلة الكورونا أساسا الجديد بالظبط، انتشاره رهيب بالظبط، ان احنا بنبقى عايزين نوصل او نتقصى هو قابل مين الدور ده دور كبير جدا، خاصة مع زيادة الحالات زي ما هي معلنة. رئيسي مش دور كبير، ده دور رئيسي بالظبط للحماية. فالحقيقة ان احنا عندنا كمان متطوعين، الهلال الأحمر المصري بيشتغل مع وزارة الصحة في بعض الفروع، يمكن فرع اسكندرية من فروعنا اللي بتشتغل مع وزارة الصحة في هذا الموضوع، اللي بيقدم متطوعي علشان يبتدوا يعملوا عملية التقصي والحصر لهذه الأماكن. كمان يمكن في مبادرات انتشرت زي ان احنا نعلم الأماكن نعمل مسافات 1 متر ما بين كل شخص وآخر في الأماكن اللي فيها توعية وتساعديهم بالظبط، يفهم يعمل ايه بالظبط يا فندم. فدي كمان من الحاجات اللي المتطوعين على الارض دلوقتي بيعملوها، بالاضافه للتطوع الاخر اللي هو عن طريق البعد، زي ما اتفقنا تقديم خدمات النفسيه او خدمات الدعم النفسي عن طريق التليفون، او مساعده خط 105 الخاص بوزاره الصحه في انه نبتدي نقدم كمان معلومات لو حد عايز يسال عن المرض وعن الاعراض والى اخره، وياخد ازاي معلومه. فدي كلها الحقيقه ادوار بيقوم بيها متطوعين الهلال الاحمر يعني المصري في كل محافظات الجمهوريه. انت شايفه انه ما اعتقدش انه يعني هتبقي محتاجه الاعلام برضه ان هو يجي يقول يا جماعه تعالوا، ده انت عندك عدد ممكن على الأرض. اعتقد انك انت مش ضعفي ممكن يعني هتسدي فيه الاعداد الكبيره اللي جايه لك. الحقيقه ان احنا قوام 3000 4 ايام بالظبط، بس الحقيقه ان احنا قوام متطوعين في الاصل قادم متطوعين 30000، ده اللي احنا على مستوى العام. فكره ان احنا ندير المتطوعين هو الحاجه الكويسه في الهلال الاحمر المصري، ان احنا عندنا سياسه وعندنا اجراءات وعندنا حاجه اسمها اداره للتطوع. انا عايز اقول بالظبط، انا عايز اقول لحضرتك انه خلال الخمس ايام اللي فاتوا تم اصدار 2 من الاصدارات الخاصه بالتطوع، اللي دلوقتي هنبتدي كمان نعممها على المؤسسات التطوعيه الاخرى. الدليل الاول اسمه دليل اداره المتطوعين وقت الازمات. حلو. وده موجه لمسؤولي التطوع سواء كانوا في الهلال الاحمر المصري او في الجمعيات المختلفه اللي بتدير متطوعين. حلو. ايه اللي مختلف لما نيجي ندير متطوعين في ازمه عن احنا ندير متطوعين في اوقات عاديه؟ السايكل بتكون اسرع، ازاي بنختار طبعا. ازاي بندرب، ازاي بناخد بالنا فيتنج ولا لا طبعا. مين طبعا. المتطوع اللي ما ينفعش يكون معانا؟ يعني احنا في الفتره زي دي مثلا بنستبعد المتطوع اللي سنه فوق الخمسين سنه، اللي عنده امراض قلب مزمنة. او مرض نفس امراض أو مرض جهاز تنفسي بالظبط، لان احنا ساعتها بنحطه كشخص اكثر عرضه للخطر ان هو يكون متطوع. في الحقيقه ان دي حاجات احنا بنحاول نحطها، ودي كلها صغناها في دليل اسمه دليل اداره الازمات وقت الطوارئ. الدليل الثاني هو دليل الارشادات والحمايه للمستجيبين
وقت الفيروس كورونا واستجابة الفيروس كورونا، وده اللي احنا حاطين فيه ارشادات تخص التالي. ارشادات تخص المتطوع داخل المكان اللي بيؤدي فيه مهمة، ارشادات تخص الاجراءات الامان زي مثلا انه ما تتحركش في وقت الحظر غير لما يكون معاك ما يفيد ولا اخره، اجراءات حماية شخصية، اجراءات استخدام المركبات يعني العربيات لو هستخدم عربية ايه الحاجات المفروض اعملها لو انا هروح لمهمة، ازاي استخدم ادوات الحماية الشخصية، ايه هي الادوات استخدمها ازاي واتخلص منها ازاي، البسها واقلعها ازاي، ده كمان من الحاجات. عندنا كمان ضمن الدليل ده ارشادات ما بعد العوده من المهمه، سواء عدت الى المقر او عدت الى المنزل، في حاجتين، في حاجات لازم اعملها هنا وفي حاجات هنا بروسس اكزاكتلي عشان ابقى كمان احافظ على اسرتي. واخر حاجه حاطينها في هذا الدليل هو دليل التعامل مع الضغوطات النفسيه اللي وارده جدا في توقيت زي ده. فالحقيقة أنه دي من الحاجات اللي احنا حاطينها ضمن إدارة المتطوعين واللي تخلينا نقول إن شاء الله قادرين إن احنا ندير أكبر عدد من المتطوعين. شكرا جدا دكتورة أمال، وبجد مبسوط جدا على حضرتك والمبادرة دي قوية جدا، وربنا يقويكم إن شاء الله في اللي جاي، وتقدروا بإذن الله احنا يكون عندنا برضو وعي نساعد بيه الشباب الهلال الأحمر، نساعد بيه بلدنا ونساعد بعض العالم كله بالزبط. إن احنا نقعد في البيت تضامن، يبقى في وعي بالظبط، وعي عدم النشر الفيروس ومكافحته في نفس الوقت واتباع الاحترازات المطلوبة والمعلومة في العالم كله. شكرا جدا لفندم. شكرا فندم. خلصت معكم حلقتكم، وسنوات حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.